يعني سلمى، قرب العام الدراسي الجديد وبلشت تساؤلات الناس اكثر واكثر مع هي جائحه كورونا يلي انتشرت بكل انحاء العالم، انه ممكن تتاجل اكثر المدارس، وشو هي الاجراءات الوقائيه او حتى البروتوكول الصحي المعتمد من وزاره التربيه لحمايه الكادر التدريسي وحتى الطلبه لحتى يكونوا بامان ومامن قدر الامكان. كل هي الاسئله والاستفسارات اكيد حيجاوبنا عنا الاستاذ عدنان نعمي، رئيس دائره الصحه المدرسية بمديرية التربية بريف دمشق. صباح الخير أستاذ، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يعني أول شيء ما حابين تروح على المدرسة؟ اشتقنا لها. اشتقنا لها. نرجع شوي الزمن لورا. طيب خلينا نبلش من الموعد أستاذ. يعني 13 أيلول تأجلت المدارس ل 13 أيلول لسبب كتير رئيسي، واللي هو العمل خلال هاي الفترة على تأهيل المدارس لكون صالحة. خلينا نحكي عن هاي الفترة لو سمحت. هلا مثل ما بنعرف بداية كان المفروض تفتتح المدارس في 1 من أيلول، تأجلت إلى 13 من أيلول بقرار حكومي. طبعا في لجنة حكومية هي اللي تعطينا التوجيهات هاي بناء على المقتضيات العامة وبناء على التطورات للوباء. مثل ما بنعرف الوباء منتشر، يعني نحن عم نتعايش معه، في بعض الإجراءات منقوم فيها منحاول نحد من انتشاره، وأهم شيء في انتشار هذا سرعة انتشاره، أهم شيء نطرق أو نكسر سلسلة الانتشار، سلسلة الانتقال اللي هي عن طريق التنفس. يعني حتما عن طريق التنفس هو انتقال الفيروس من جسم إلى جسم أو من إنسان إلى آخر. هلأ شو الإجراءات اللي عم نساويها؟ مثل ما بنعرف لأن احنا بلشنا بتعقيم المدارس بشكل كامل، كل المدارس في على مستوى الجمهورية العربية السورية ومنها محافظتنا محافظة ريف دمشق، بلشنا بتعقيم المدارس بشكل كلي. يعني كل شيء بيتعلق بالبيئة الفيزيائية تبع المدرسة اللي هي صفوف، اللي هي المقاعد، اللي هي المكاتب الإدارية، اللي هي الحمامات، اللي هي المغاسل، الباحات إذا كان في حديقة بالمدرسة، حتى الحدائق. هذا التعقيم مستمر من أول ما بلشت انتشار الجائحة لهلا، وعقمناها وقت بلشت الجائحة، وقت تعطلت المدارس كنا عم نعقمها، عقمناها كلياتها. وقت بلشت الامتحانات ردينا عقمناها واستمرنا بالتعقيم بشكل يومي أثناء الامتحانات اللي هي الدورة الأولى ولا الدورات الإضافية اللي صارت. هلأ في عنا الفاقد التعليمي للفئة بي كمان نفس الطريقة، عقمنا المدارس وحاطين الطلاب وما أحلاهم عم بتلقوا العلم والعلوم اللي لازم، والعملية التربوية ماشية بشكل جيد. بالنسبة لافتتاح العام الدراسي الطلاب صار لهم عندي 6 أشهر، هلا من الشهر الثامن معطلين، وبنعرف انه الطلاب في مشكلين مثل المجتمع وثقافات مشكلة، فبنلاقي اطفال في الشوارع، بنلاقي اطفال في ساحات العمل، بنلاقي اطفال عم بيستنوا الدور ليجيبوا اغراض لاهلهم، بنلاقيهم كمان اذا رحنا سيران بنلاقي الدنيا مليانة وزحمة، فكلياتها هي كمان هي عوارض لانتقال الكورونا. ليش بهذا الموضوع ما بنحكي بس بدنا نفوت على المدارس بدنا نحكي، مع انه المدارس هي مكان امن لهذول الطلاب ولهذول الاطفال. هلا عندنا اجراءات في الصحه في وزاره التربيه بيقوموا فيها كل العاملين في وزاره التربيه من السيد الوزير الى اصغر عامل في وزاره التربيه وفي اصغر عامل في مديريه في مدارس مديريات التربيه. منبلش بتسجيل الاطفال، أمين السر مسؤول عن تسجيل الأطفال في أماكن قريبة من منازلهم. يعني مو نحن أنا بحب مدرسة بالشام بدي أروح عليها، لا، أفضل أني أساوي ابني سجله بمدرسة قريبة علي. ليش؟ لأنه هيك اختصرت وسائط النقل، وسائط النقل بالزحمة طبعا بنعرف شو بتعمل. فهذا أهم شيء كان أنه نسجل الأطفال قريبة من منازلهم حتى قدر الإمكان هالوسائل النقل الاجتماعي الجماعي تبعهم يكون خالص المعرفة. هلأ مديرية الصحة المدرسية شو عم تعمل؟ مديرية الصحة المدرسية بكامل الكادر الطبي والتمريضي والإداري تبعها تعاونت مع وزارة الصحة وتعاونت مع منظمة الصحة العالمية، وعم تدرب هالكادر هذا بشكل مستمر من شان الوقاية من الكورونا، 1، 2 مشان إثبات إذا في حالات نسبتها ونطالع نقيمة من هالمدارس هي إذا كان طلع عنا شي حالة لا سمح الله. لذلك دورات مستمرة. 3، رح نكون في كل مدرسة مشرف صحي، ورح يكون هذا المشرف مدرب وهو مسؤول عن كامل الفعاليات الصحية في المدرسة بإشراف الصحة المدرسية الموجودة في المنطقة. يعني رئيس مستوصف مثلا في منطقة ما
هو مسؤول عنهم وهي بتعطي كل التقارير اللي عنده، والتقارير هاي كلها بنحطها على المنطقة الصحية، رئيس المنطقة الصحية في المنطقة اللي هو تابع لمديرية الصحة التابعة للمنطقة هاي، ومن خلاله لرئيس دائرة الصحة المدرسية في المحافظة ورئيس دائرة الصحة المدرسية في المحافظة. راح كلها التقارير هاي وبشكل يومي يعرضها لمديرية الصحة المدرسية للوزارة، والوزارة هي اللي بتقرر شو راح نعمل بناء على التقارير هاي. تمام. هلا حكينا عن اجراءات يمكن اذا بيسمعوها الاهل هي ممكن تكون مناسبه نوعا ما لحمايه الاطفال وحتى حمايه الكادر التدريسي، بس اذا بدنا نحكي عن اهم توصيات وزاره الصحه العالميه فهي التباعد المكاني، كيف بدنا نطبق هذا الشيء على الصف؟ يمكن تعودنا انه يكون في 40 اوقات اكثر من هيك 40 طالب، وحتى ارتداء الكمامه يلي يمكن الاطفال ممكن احنا ما نسيطر عليهم او ما يكون عندهم هذا الوعي، وبالتالي الخطر مو بس عليهم، الخطر على الكادر التدريسي، الخطر لما يروحوا على بيوتهم في كبار السن ممكن ينقلون لهم هذا العدوى. هي نعم. كثير من الأسئلة اللي ممكن الأشخاص يسألوها. سؤالك جيد في محله. هلأ في محلات في مدارس بالمحافظة أو بالجمهورية العربية السورية ككل، في مدارس في عندها ازدحام سكاني. هلأ نحن حطينا أن لازم نسجل هدول الأطفال في أماكن تواجدهم قريب من منازلهم. هاي من حد أيضا لأنه تعرفي نحن اليوم ابني بسمع عن المدرسة الفلانية هي جيدة، فببعت ابني لهالمدرسة، هي بصير في اكتظاظ بهالمدرسة أكثر من مدرسة تانية. لذلك رح نحاول نحط توازن، رح نحاول خلال الدوام الرسمي تبع المدارس نشوف كيف الوضع. فعنا الموجه في المدرسة هي هو مسؤول عن تقسيم هدول الطلاب إلى صفوف إلى شعب بحيث يتوازن مع التباعد الاجتماعي للطلاب. هي واحدة. اثنين، ما ضروري الطالب يكون لابس كمامة إلا إذا كان عنده حالة تنفسية، ما مو أي رشح صار كورونا ولا أي ارتفاع حرارة صار كورونا ولا أي إسهال صار كورونا. نتأكد من الكورونا، نفحص هذا الطفل. طبعا هذا الطفل لازم يكون تحت المجهر تبعنا، نقيمه نفحصه نتأكد منه إذا في عنده اشتباه، إذا ما في عنده اشتباه وبنقرر شو رح نعمل. طبعا هذا الطالب اللي منحس إنه عنده اشتباه بهذا المرض راح نقيمه ونعزله ونحطه بحجر في منزله ونخبر اهله، لانه راح يكون على طول في تواصل بين مدير المدرسه مع اولياء الامور مع مجالس الامور. راح نتواصل كمان، هن بجوز يكون عندهم حالات اصابات، بجوز الاب مصاب الام مصابه الجده الجد، منشان ما نخلي هذا الطفل يجي لانه صار مركز للنقل العدوى للطلاب. نعم. فمنخليه محجور في بيته هناك ونحن على تواصل مع أهله حتى يكون في شفاء كامل وبعدين ندخله على الصف. أكيد. طيب بشكل عام الطفل هو أكثر حدا بيتعلم من المحيط تبعه. نعم. ففي جزء أكيد رح يكون بالبيت، حكينا عنه سابقا بحلقات سابقة عن الأهل، دور الأهل بنقل ثقافة وتوعية لبس الكمامة والإجراءات الاحترازية. نعم. ولكن للأطفال اللي جنبه أو حتى الكادر التعليمي. نعم. وقلت إنه رح يكون في فحص كامل. نعم. هل هذا يعني إنه بالمدارس رح يكون في مندوبين من وزارة الصحة أطباء رح يتم كشف دوري؟ وخصوصا هلا بنعرف في كثير عالم ممكن تروح اذا ما بدها تبعت ابنها على المدرسه تروح تجيب تقرير طبي انه انا ابني مريض وما بقدر اخليه يداوم. هي حاله حتى ما كمان نخفل هذا الموضوع، حاله بتصير ممكن خوف من الاهل انه انا ما بدي ابني ينصاب بالعدوى او طبعا يروح على مكان مانه مضبوط، فانا بجيب تقرير طبي بقول ابني مريض بقعده بالبيت. نعم. هل رح يكون في اشراف طبي؟ هذا الطفل مثل ما له اهل في البيت له اهل في المدرسه، يعني نحن كمان اهله في المدرسه ونحن مسؤولين عنه بالنسبه للناحيه التربويه والناس بالناحيه الصحيه. لا بالنسبه للناحيه التربويه مثل ما ان العمليه التربويه قائمه وتقوم، بالنسبه للناحيه الصحيه ان في كل مدرسه رح يكون عندي مشرف صحي. هذا المشرف الصحي على طول على تماس مع الطلاب بحيث يشوف شو في عنا تبدلات صحية طارئة فورا نشيله ويخبرنا عنه ونحن نجي نفحصه لهذا الطالب نشوف إمكانية إصابته المرضية تسمح يضل بالمدرسة ولا ما بتسمح يضل بالمدرسة، ونتخذ إجراءاتنا بناء على التشخيص اللي طلع له من خلال الطبيب الصحة المدرسية، أو إذا الطبيب الصحة المدرسية ما حسن شخصه ممكن نبعته لأي مركز صحي تاني. يعني حيكون في إشراف تخصصي بشكل كامل وبشكل يومي. أي واحدة. اثنين، رح يكون عنا في كل أسبوع نصف ساعة تثقيف صحي للطلاب ولجميع الصفوف
بكل شيء بيتعلق في العلاقات الاجتماعية خلال هذا المرض، كيف نساوي التباعد، كيف ما نستعمل أغراض الشخصية للآخرين، لازم الأغراض الشخصية نحن نستعملها فقط، كيف نأخذ كاسة المي نستعملها نحن، كيف نتصرف وقت المنفوت على الحمامات، في صابونة بكل مدرسة لازم يكون في صابونة على المغاسل والحمامات، ومدير المدرسة أو المشرف الصحي هو المسؤول للتأكد من هالشيء هذا، يعني المشرف الصحي كمان بده يتأكد في صابون بالمدرسة، المستخدم عم بيشتغل بشغله بشكل مزبوط، عم بينظف المدرسة والحمامات ولا لا، هو راح يشوف لنا مين في عنا أمراض، صار عنا في أمراض، تغيب طالب، ليش هذا الطالب بده يتواصل مع أهله وشوف ليش تغيب، فهدول المواضيع كلياتهم شاملة وإن شاء الله بنتوفق فيها وبيكون الإصابات كلياتها أقل. بخصوص التغيب سمعنا كثير من التعليقات من الأهل من الوسط المحيط على مواقع التواصل الاجتماعي، بتقول انه هن ما رح يبعثوا اولادهم على المدرسه، الجواب كان انه في محاسبه ومتابعه لهذا الشيء، ما مدى صحه المحاسبه للاهالي او العائلات يلي ممتنعه انه تبعث اولادها على المدرسه بسبب خوفهم وقلقهم على صحه اطفالهم؟ طيب من حقهم يقلقوا على صحه اطفالهم، كل واحد بيقلق من حقه، يعني هذا حقه، بس نحن رح نقوم باجراءات احسن ما هن عم بيقوموا فيها بالبيوت، وبنعرف كيف الاطفال عم بيروحوا زيارات وعم بيروحوا على المحلات وعم بيروحوا على الحدائق. مثل ما في اهالي مستسهلين كمان في اهالي محافظين، وحتى في تخوف كتير كبير على صحه اطفالهم في الشقين. برايي كل الاهالي بعد فتره كلها تنتشرت وصارت تعمل زيارات وتروح سياحه، وشوفي على البحر قديش في ازدحام على المسابح، بالمساحه قديش في ازدحام، بالمدرسه نفس الشيء في ازدحام، بس في وسائل وقايه في المدرسه، على القليله في ناس عم بيشوفوا عم بيشرفوا عليه لهذا الطالب، فيكونوا مطمنين هدول الاهالي. اي واحد اثنين بالنسبه للتقرير الطبي، مو اي تقرير طبي نحن بنقبل فيه، لا شك انه رحنا نتساهل في مرض طالب نعطيه استراحه، او مرض معلم او اي موظف اداري في المدرسه، اذا لقينا في عنده عوارض بتسمح انه نغيبه عن المدرسه رح نغيبه عن المدرسه بسبب صحي، اما تقرير طبي من عند مين ما كان لا. هاي وحده. اثنين بالنسبه للمدرسين، حتى المدرس اللي عمره فوق ال 55 سنة وعنده أمراض مزمنة رح نحطه معلم احتياط إن أمكن، يعني ما رح يفوت على الصفوف حتى ما نعمل له أزمة إذا صار عنده إصابة، وبنعرف إنه الإصابات إذا إجت للناس اللي مناعتهم مصبطة شوي أو قليلة شوي ممكن يأثر على صحتهم ويدهور صحتهم. والناس الثانيين اللي هن شباب عادة بيفوت المرض بيمرق عليهم ولا كأنه صار شيء، مع أعراض بسيطة مثل أي رشح، مثله مثل أي رشح، وهي على فكرة هي من نوع الفيروسات مثل الرشح والقريب والحماية. هاي اثنين. الثلاثة في عنا ذوي الاحتياجات الخاصة، مثلا اللي عندهم أمراض مزمنة، نعم، اللي عندهم علاجات مصبطة للمناعة، هدول رح نعمل لهم تقارير طبية ورح نخليهم ببيتهم، ورح نحن نقوم خلال مديريات التربية بتوصيل المعلومات التربوية. يعني هدول الأطفال اللي هن مناعتهم قليلة وهن مرضى بالأساس، هدول رح يكونوا خارج المدرسة حاليا، هي هاي الحالة فقط للعام الدراسي الحالي 2021. أكيد يعني معلومات مهمة، وإن شاء الله نكون طمننا كل الأهالي يلي عم بيتابعونا، وأكيد إيد بإيد رح نتخطى هي الأزمة طبعا ضمن حدود إمكانياتنا إن شاء الله. أكيد. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك مرة ثانية.